قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فصل ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت، والصوت في النكاح. ما معنى هذا الحديث؟ النكاح ميزته أنه يعلن، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فمن إعلانه أن يضرب عليه بالدف. والدف معروف، وهو نوع معروف يخرج صوتاً، وهو إطار يوضع عليه شيء من الجلد، من جلد الشاة أو نحوها، ولا تكون فيه جلاجل، ولا يكون ما يسمى بالدربكة ولا غير ذلك. وفصل ما بين النكاح المشروع المعلن ونكاح السر الحرام: ضرب الدف، والمقصود الإعلان، والمقصود الإعلان. لا يعني هذا أن نكاحاً لم يضرب عليه بالدف يكون حراماً، لا، وإنما المقصود أن المطلوب الإعلان، ومن الإعلان الضرب بالدف. فلو فرضنا أن رجلاً تزوج وأعلن وأولم لكن لم يضرب في نكاحه بالدف، فالنكاح صحيح وجائز وليس فيه إشكال. وإنما المشروع إعلان النكاح، والممنوع أن يكون النكاح سراً. ومن الفصل بين نكاح السر والنكاح العلني ضرب الدف، فإن النكاح السر لا يخبر به ولا يضرب عليه، ونكاح العلن يخبر به ويضرب عليه.